وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن قام كل ليلة بإذن الله قد أدرك ليلة القدر. من صام نهاره وصلى ليلة بإذن الله صيامك لليل ستدرك تلك الليلة. هي مغيبة، حكمة من الله مغيبة. إيش معنى مغيبة؟ قد أخفيت. هل هي في أولها أم في آخره؟ غالب النصوص أنها في العشر الأواخر، وغالب الأدلة أنها في السبع الأواخر. وهناك بعض من الصحابة حلف أنها ليلة 27، لكن الرسول قال أريت صباحها أسجد في ماء وطين، وكانت صبيحة 21. وقيل أنها تتحرى في ليالي الوتر من العشر الأواخر. يا إخوة، هي كلها 30 ليلة. اجتهد. أياما معدودات لن تفوت عليك. ومن قام رمضان جزما يقينا قام ليلة القدر اللي تعادل تقريبا 83 سنة. 1000 تقسيم 12 كم؟ قريب من هذا الرقم. 83 سنة. نحن أمة مرحومة، الله رحمها، أعمالها قليلة وأجورها عظيمة. يا رجل، ليلة تعادل 85 سنة أو نحوها أو أقل بقليل زمن. يعني لو أدركت 10 سنوات هذه الليلة كم تعادل؟ تقريبا 830 سنة. تعادل أعمار الأولين الذي ذكر عنهم 1000 سنة. نحن أمة مرحومة، افعل تؤجر.